هكذا أصبح حال أحد المباني القديمة بمدينة المكلا في حضرموت. قبل أيام أفاقت المدينة على انهيار مبنى شعبي يسكنه عمال مكون من 3 طوابق. خلف الانهيار وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين وسط مخاوف من سقوط المباني الملاصقة للمنزل، والذي يشكل خطرا كبيرا على المواطنين. الذي حصل كارثة، كارثة بكل ما تحمل الكلمة. و يعني فقدنا 2 شباب من خيرة الشباب. طبعا صحيت مذعور واهل بيتي طبعا، ولما رحت على الجزء المكسور تفاجأت انه جزء من الحمام بيتي تهدم واصبح الوضع مكشوف. المبنى المنهار هو احد مباني المكلا القديمة ويعتبر من التراث المعماري القديم. حوادث انهيار البيوت القديمة تكررت وتهدم الكثير منها، وظلت بعضها تعاني من التصدعات وأصبحت غير صالحة للسكن، إذ باتت تشكل خطرا على ساكنيها، فهي آئلة للسقوط وبحاجة إلى ترميم مستمر. من أسباب سقوط البيوت وهو إهمال من بعض الأهالي مالكي المنازل، وتلقينا بعدها توجيهات من محافظة حضرموت بالنزول وحصر البيوت الآيلة للسقوط، مثل بعض البيوت مهجورة وبعض بيوت آيلة خطيرة جدا على المواطنين، وسوف يتم إخلاء المنازل من سكانها حتى يتم النظر لهذه البيوت. خطورة كبيرة تشكلها المباني القديمة الآئلة للسقوط، قد تؤدي إلى انهيار كلي أو جزئي، وسط مناشدات الأهالي للجهات المختصة بسرعة التعامل مع هذه المباني لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث التي تخلف أضرارا بشرية ومادية. زكريا محمد، قناة المهرية، المكلا.